للتعليق على هذا الخبر معنا عبر الهاتف دكتور أحمد مجد جنيدي، أستاذ الإدارة العامة بكلية العلوم المالية والإدارية. دكتور أرحب بك. حقيقة تمويلات بقيمة تقريبا 754 مليون دولار لمشروعات تنمية في شبه جزيرة سيناء، وتمويلات موزعة على عدة قطاعات هامة جدا فيما يتعلق بتحلية المياه وما يتعلق بالطرق والتعليم. رأي حضرتك إيه في هذه المشروعات وحجم التنمية اللي الدولة الحقيقة حريصة على ضخها في شبه جزيرة سيناء؟ تمام يا فندم، في البداية أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا في البداية عايزين نذكر السادة المشاهدين أن الدولة المصرية عندها خطة طموحة، خطة طويلة الأجل لتحقيق تنمية، وعايزين نعمل تنمية في كافة المجالات، تنمية اقتصادية مستدامة، تنمية اجتماعية مستدامة، تنمية بشرية مستدامة للأجيال الحالية دون المساس كمان بحقوق الأجيال القادمة. وكان من ضمن المحاور اللي شغال عليها الدولة واهتمت بيها هي موضوع الاهتمام بتنمية سيناء أو شبه جزيرة سيناء بعد سنوات طويلة كان من الإهمال في العقود الماضية، وطبعا دي أدت إلى أشياء كانت في منتهى الخطورة زي انتشار الإرهاب وتهديد الأمن القومي المصري، عدم استغلال الموارد المتاحة اللي في سيناء، وبالتالي ضياع فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة على الدولة، وتدني مستوى المعيشة للمواطنين خاصة ان هم قاطني منطقة سيناء. وبالتالي كان الاهتمام بتنمية سيناء ده أمر حتمي وضروري نظرا لأهميتها الاقتصادية والأمنية طبعا لمصر. فكان ترجمة الكلام ده من ضمن النهارده التقرير الصادر من وزارة التعاون الدولي بيؤكد ان فعلا الدولة حريصة على تنمية سيناء كإحدى محاور تحقيق التنمية المستدامة، في من خلال شراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة على الاتفاق على التمويلات التنموية. النهارده 754 مليون دولار للخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، طبعا ده رقم كويس جدا يعني ده قرب المليار دولار. احنا تكلمي حضرتك في 427 مليون دولار على موضوع تحلية المياه لتقريبا بحر البقر، هنصرف حوالي 100 او 140 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية على مشروع استكمال مشروع جامعة الملك سلمان، احدى الجامعات الاهلية الجديدة اللي هي جامعات الجيل الرابع اللي احنا هننتظر هتعمل نقلة نوعية في التعليم الجامعي في مصر، تخرج خريجين ان شاء الله يكونوا يواكبوا تطورات في سوق العمل ان شاء الله. كان في دكتور دايما بنسمع قديما يعني حتى قبل الاداره السياسيه الحاليه عن محاولات لدعم سيناء المختلفه، كنا نسمع عن بعض الاموال لا نعلم اذا كانت تضخ او كيف كانت تضخ في شبه جزيره سيناء، ولكن ايه راي حضرتك في القطاعات التي توجه اليها هذه التمويلات بعينها، وفي مسألة كمان متعلقة مش التمويل فقط ولكن التمويل المتعلق بالتنمية على الأرض؟ تمام، طبعا هو قبل كده طبعا زي ما قلت حضرتك ما كانش فيه اهتمام خالص بموضوع سيناء، لكن دلوقتي بقت في خطة وفي خطة بأرقام وخطة تعتبر خطة تم ترتيبها جيدا. لما نتكلم النهاردة على تحلية المية أو عايزين نعمل بنية تحتية في سيناء، يعني هنعمل استصلاح أراضي، هنعمل إقامة مدن مستدامة، عايزين نعمل التنمية للتعليم، فده برضه هيؤدي إلى تنمية بشرية مستدامة، كلها مربوطة بالخطة الأصلية اللي هو رؤية مصر 2030، وبالتالي ده هيكون لها فوائد كبيرة على المدى البعيد. أول حاجة القضاء طبعًا جعل سيناء منطقة جاذبة للاستثمار، وبالتالي القضاء على الإرهاب، بيسموها الأمن التنموي، يعني تنمية من أجل الأمن، وبالتالي تحقيق هيبقى مش هنهدد الامن القومي المصري. تاني حاجه اعاده توزيع السكان، يعني سيناء لو اتعمرت مساحه كبيره جدا هيتم اعاده توزيع السكان، هنخفف الضغط على الدلتا، وبالتالي ده هيجني ثمار او هيكون له ثمار كبيره على المدى البعيد على التنميه الاقتصاديه. تطوير البنيه التحتيه، طبعا النهارده احنا بنصرف من ضمن التمويلات في البنيه التحتيه وتحليه المايه في بحر البقر، فده بيؤدي الى زيادة طرق كويسة، صرف صحي كويس، شبكات مية وكهرباء واتصال كويس، بالتالي هنقدر نعمل إقامة مدن مستدامة تبقى جاذبة للسكان، وبالتالي نقدر نحقق تنمية اقتصادية ونحسن أهم حاجة الظروف المعيشية للمواطنين سواء في محافظة شمال وجنوب سيناء بشكل خاص والمواطن المصري بشكل عام من خلال استغلال الموارد المتاحة لسيناء. فده أنا طبعا ده أنا شايف ده مشروع قومي وإن شاء الله هنبني ثماره على المدى القريب إن شاء الله. شكرا لك دكتور. الدكتور أحمد مجدي جنيدي أستاذ الإدارة العامة بكلية العلوم المالية والإدارية.